عواشر مباركة ورمضان كريم على جميع المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن. شوية كل شوية يعني ما شيء إقبال اللي هو اللي هو ما بينه وبين، لكن فرق كبير، كان فرق كبير. العام اللي فات كان إقبال كثير على الدجاج، هذا العام شوية والثمن مرتفع بزاف بالنسبة لهذا العام مع العام اللي فات. السلعة قليلة شوية، كاين بعض المناطق ما فيهم السلعة دابا، هذا الشيء اللي كاين. يعني كيدخلوا عندنا لهاد المناطق ديال الدار البيضاء فيها السلعة. المناطق كاين بعد بحال فاس ومكناس ومراكش في ديك النواحي كيقولوا ما كايناش فيها السلعة، كيقولوا دي بأن داخلين الناس ديال المدن الأخرى داخلين على الكازا. هذا الشيء اللي كاين مخلي الثمن شوية مرتفع. أمين يا ربي، الله يرفع علينا هذا الوباء إن شاء الله، الله يرزق الصحة والسلامة ونتفادوا هذه المشاكل هذه. السلام عليكم، رمضان الكريم ودخل على الأمة الإسلامية بالخير والتيسير والهنا وراحة البال. إقبال ديال الدجاج ضعيف شوية، ماشي بحال داك العام اللي فات، والثمن طالع. طالع الثمن العام، الثمن كنبيعوه ب 17 درهم 18 درهم. لا داك العام اللي فات كان ب 10 درهم 11 درهم حتى 12 درهم. كان موجود خير، كان موجود. هذا العام ما كاينش الإقبال، شوف السبب ما عرفتوش. حنا كنشريو مع السبب ديال القلة ديال الدجاج هو كورونا، فهمتيني؟ كورونا اللي دارت هذا الشيء كامل. حيت في الاول اللي قبل من كورونا كان الرواج، كان الاقبال، كان البيع والشراء مزيان، كان كل شيء مزيان، ولكن من دارت كورونا راه الوقت ضعفات الوقت ديالها. والله يرفع عنا هذا الوباء، كنطلبوا من عند الله الله يرفع عنا هذا الوباء، والله يبعد عنا هذا الوباء وترجع الامور لمجاريها ويرجع كل شيء كما كان الحمد لله. رمضان الكريم علينا وعليكم بالصحة والسلامة إن شاء الله. هذا العام ناقص، ماشي بحال العام اللي فات، هذا العام شوية ناقص. السبب كورونا، الناس أزمة شوية، كل شيء جالس ما خدامش، فهمتي؟ الأزمة هي خلات كل شيء واقف. الثمنة طالعة شوية، طالعة دابا وصلت 17 درهم. مع السبب السلعة قليلة، السلعة قليلة في الفيرما قليلة، فهمتي؟ السلعة قليلة، الماكلة غلات، فهمتي؟ هذا هو السبب. أخبار منا كان شويه الوقت مروجع دابا، بالعكس دابا نقصات بزاف دابا كاع ديك الايامات. البيضه شويه مزيون نمشي بزاف دابا، درهم جمله. هذيك الايامات كان 16 18، هادشي ما كاينش على الفرق بزاف. العام اللي فات كان داير 24 كاع، هاد العام راه شويه حتى الوقت ناقص، ما كاينش داك الاقبال اللي كان. امين، لا يبعد علينا هاد الوباء ان شاء الله، ونتمناو الخير والسلامه أمة الإسلامية كلها إن شاء الله.